بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم مشاهدو قناة فيوتشر تيك. في البداية اتمنى ان يكون محتوى قناة فيوتشر تيك وقناة فيوتشر تيك مرجع لكم في المستقبل ان شاء الله. وقبل ان اعرض الطريقة الصحيحة لاعداد وتنصيب بايثون في الفيديو القادم، فدعونا نتكلم في هذا الفيديو عن لماذا البرمجة بلغة بايثون. لماذا البرمجة بلغة بايثون؟ لأن لغة بايثون هي لغة عالية المستوى ومفتوحة المصدر. وبالطبع سوف نعرف مدى بساطة وقوة هذه اللغة بعد كتابة أول برنامج لنا إن شاء الله في الفيديو القادم. وهناك الكثير من الشركات الكبرى التي تستخدم بايثون في برمجتها وبرمجة مواقعها وبرمجة برامجها، مثل شركة جوجل. شركة جوجل تستخدم لغة بايثون في برمجة محرك البحث جوجل. كذلك تستخدم شركة جوجل لغة بايثون في تطوير موقع اليوتيوب. طبعا موقع اليوتيوب هو الموقع الفيديوهات الشهير. كذلك موقع الفيسبوك يستخدم بايثون في برمجة مكتبة خاصة بلغة بايثون، موقع tornadoweb.org. تمام، هو ده الموقع الخاص بتورنيدو. تورنيدو طبعا هي ويب سيرفر، ويب فريم ورك. تورنيدو از بايثون ويب فريم ورك. طبعا الكود دوت مكتوب بلغه بايثون. تمام، طبعا هي تورنيدو خاصه بالبايثون. كذلك تستخدم شركة IBM لغة. كذلك تخدم شركة نوكيا لغة بايثون. كذلك موقع ريديت. موقع ريديت هو موقع مبني بالكامل على لغة بايثون. تمام، هو دوت موقع ريديت. الموقع طبعا مبني بالكامل على لغة بايثون. كذلك في مواقع تانية زي موقع الياهو. الياهو طبعا مبني على لغة البايثون، محرك البحث ياهو. كذلك تستخدم لغة البرمجة بايثون في برمجة خرائط ياهو. طبعا في كثير من الأشخاص أول مرة يسمعوا عن خرائط ياهو، فدعونا نشوف خرائط ياهو دي شكلها ايه. برضو ياهو مابس. طبعا ياهو، تمام، هو ياهو مابس. تمام، في مشكلة عندهم لما بضغط على اللينك دوت، لما اجي افتح اللينك دوت طبعا مش هيفتح لي اللينك، هيفتح لي بحث، هيفتح لي محرك البحث سيرش ياهو. وطبعا اول نتيجة في البحث كانت جوجل مابس. طبعا عشان ندخل على الياهو مابس نشوف حاجة مثلا زي ديت. تمام، دخلتنا على المابس. تمام، المابس الخاصة بالياهو، الخرائط الخاصة بالياهو. تمام، هي ديت الخرائط الخاصة بالياهو. وطبعا احدد الخريطة، مكاني على الخريطة. تمام، اقدر برضو اقول لكم ان اللغة دي قوية جدا، مستخدمها الشركات الكبرى. طبعا موقع ياهو الكثيرون لا يستخدمونه في البحث. وطبعا محرك البحث جوجل هو محرك البحث رقم واحد، ولكن المنافس له محرك البحث ياهو. طبعا في مواقع تانية، هنشوف برضو المواقع التانية ديت. موقع زي موقع الكورة او الكويرة. طبعا دوت موقع لعرض الاسئلة والاجوبة ونشر المعرفة. تمام، كويرة هو a place to share knowledge and better understand the world. طبعا هو الموقع يعني هدف الموقع ان هو نشر المعرفة والعلم على مستوى العالم. طبعا تقدر تسأل سؤال، تدخل تنشئ ايميل او تفتح الايميل الخاص بيك وتنشئ سؤال وحد يجاوبك عليه، او تجاوب على احد اسئله احد الاشخاص قام بطرحها. كذلك موقع الدروب بوكس هو موقع قوي جدا، طبعا مشهور جدا، وحاليا يستخدم الشركات الكبرى، شركات الهواتف الذكيه، بوضع تطبيق دروب بوكس على الهواتف. طبعا هنا موقع الدروب بوكس هو، طبعا هو بيقول لي لو عايز تعمل ابجريد في طبعا باقات جوه الموقع لو انا عايز مساحات اكبر. طبعا هنا نقدر نفتح برضو الموقع. تمام، هنا بيقول لي دروب بوكس شركه تستخدم الخدمات السحابيه لحفظ الملفات والبيانات. تمام، هو ديت واجهه الموقع. الموقع برضو مبني على لغه بايثون للربط بين الاجهزه. طبعا في مكتبه خاصه بيها، هم مستخدمين المكتبه ديت. طبعا في موقع الانستجرام برضو، موقع قوي جدا اشترته شركة فيسبوك.
طبعا موقع انستجرام موقع قوي جدا ومشهور لنشر الفيديوهات والصور، تمام. هو طبعا انستجرام سوشيال نتورك سيرفر. طبعا موقع الفيسبوك اشترى الانستجرام بمبلغ مليار دولار. في مواقع تانية زي موقع وكالة الفضاء الأمريكية، وكالة ناسا. طبعا وكالة ناسا الموقع بتاعها مبني على لغة بايثون. كذلك طبعا نشوف بس الواجهة بتاعة الموقع، تمام. ديت واجهة الموقع. أنا آسف طبعا لو في بطء شوية في الإنترنت. ديت الواجهة الخاصة بالموقع وكالة الفضاء الأمريكية وكالة ناسا، تمام. طبعا موقع قوي جدا، ووكالة زي ديت استحالة تستخدم لغة بايثون إلا إذا كانت لغة موثوق منها ولغة قوية جدا. كذلك يوجد موقع بيتلي. بيتلي هو موقع لإدارة الروابط وقص الروابط. افتراضا ان انا عايز اخد مثلا تورنيدو، اي ايا كان. طبعا طبعا جوجل ليها برضو ادارة الروابط، برضو خاصة بجوجل، موجودة برضو جوجل عندها الخدمة ديت برضو، تمام. دوت الموقع هو انا دلوقتي بيقول لي this link to shorten it، يعني حط لي هنا اللينك اللي انت عايز تاخد له شورتين، اللي انا عايز اقص اللينك ده. طبعا اللينك ده هتعمل له كوبي. انا لو جيت حطيت اللينك هنا، او نيجي في صفحه تانية، لو جينا حطينا اللينك هنا، اللينك طبعا هيفتح لي موقع التورنيدو ويب دوت اورج. طبعا لغه بايثون زي ما احنا شايفين هي لغه قويه جدا، بيستخدمها اغلب واكبر الشركات على مستوى العالم. وذكرنا طبعا شركة الاي بي ام. شركة الاي بي ام شركة قوية جدا مشهورة بمجال الحاسوب. شركة نوكيا ايضا تستخدم لغة بايثون، يعني برضو لغة بايثون بتستخدم في مجالات كتير. احنا ممكن نشوف برضو المجالات الخاصة بها عن طريق ان احنا نكتب كلمة بايثون في محرك البحث جوجل، هيطلع لنا طبعا ده الموقع الخاص بلغة بايثون، bison.org، تمام. هنا بايثون بيشرحها لي، هي هاي ليفل بروجرامينج لانجويج، هي لغه برمجه عاليه المستوى. انشاها طبعا زي ما مكتوب هنا جويدو فان روزن. اول ظهور لها كان سنه 1991. هو عالم هولندي درس في جامعه امستردام. طبعا ده هو دوت العالم اللي انشا لغه او صمم لغه بايثون. طبعا اللغه لها امتدادات كتير زي دوت باي ودوت باي سي ودوت باي دي ودوت باي او وغيرها من الايوه تمام، باي دبليو وباي زي. طبعا دي اللغات المشابهه ليها، لغات البي اتش بي ولغه السي بلس بلس. طبعا بايثون هي تعتبر من اسهل اللغات القويه جدا. انا طبعا احنا طرحنا في الاول ليه نستخدم لغة بايثون. لغة بايثون لأنها من أسهل وأسرع وأقوى اللغات البرمجة الموجودة في العام الحالي وفي الأعوام السابقة أيضا. كانت دايما تحتل المراتب الأولى أو المرتبة الأولى في سهولتها وقوتها. طبعا لغة بايثون هي سهلة جدا لأنها قريبة جدا من كتابة اللغة الإنجليزية، وهنشوف ده طبعا في الفيديو القادم. طبعا لغة بايثون انا عايز برضو نشوف حاجة. طبعا الويكيبيديا، ندخل على الويكيبيديا نشوف برضو استخدامات البايثون، تمام. دي طبعا باللغة الانجليزية. طبعا لو حد عايز يرى عن اللغة لغة بايثون بلغات اخرى، طبعا هنا في اللغة العربية، في لغات اخرى، تمام. في الاسباني، في الروسي، في الاردو، في لغات كتير. طبعا احنا في مجتمع عربي ممكن نقرا عن اللغه العربيه، ولكن المحتوى باللغه العربيه مش هيكون نفس المحتوى الموجود امامنا باللغه الانجليزيه، طبعا لان اللغه الانجليزيه طبعا مسيطره في علم البرمجه. طبعا هنا في مكاتب البايثون، مكتبات البايثون. طبعا البايثون انا بدور معاكم بس استخدامات البايثون. احنا ممكن نشوف اللغه العربيه طبعا عشان نكون اسهل شويه. لغه بايثون، تمام، هي التصنيف بتاعها ظهرت في 1991، صممها جويدو فان روزن. نظام التشغيل الرخصه المطور، ده الموقع الخاص بيها. طبعا هنا بيقول لي ليه بايثون. هي بايثون سهله للغايه لتبدا بها تعلم البرمجه، هي لغه سهله جدا، وطبعا بدراستك ليها
وبتطويرك ليها هتعرف ان انت اخترت اللغة الافضل واللغة اللي ليها اللي مفتوحة طبعا مجالها مفتوح وتقدر تشتغل بيها في اي مكان طبعا في العالم كله. طبعا هي لغة بايثون هي مثال البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر طبعا، لغة عالية المستوى متعددة الاستخدامات طبعا. هنا بتستخدم اطر عمل كتير، فريم ووركس كتير زي فلاسك ودي جانجو. طبعا في تاني بتستخدم مواجهة المستخدم الرسومية طبعا بيستخدموها في برامج التصميم الثلاثي الابعاد زي برامج المايا تمام برنامج مايا، برنامج بلندر، برنامج سوفت ايمج اكس اس اي، سيفيليزيشن 4 لعبة استراتيجية طبعا، وهكذا في استخدامات اخرى. طبعا دي الصيغة بتاعتها، طبعا هندرس الكلام ده كله مع بعض تمام. هشرح لكم برضو ايه تاني. طبعا بتستخدم في مجال الذكاء الاصطناعي طبعا، مجال قوي جدا بيستخدموا اللغة دي لانها لغة بسيطة بتستخدم طبعا في امن المعلومات. طبعا اللغة دي طبعا قوية جدا، وانا انصح اي حد عايز يبدأ تعلم البرمجة يبدأ بلغة بايثون. لغة بايثون لغة سهلة جدا بسيطة جدا، تقدر تتعلمها في وقت قليل جدا، ومع الوقت بتنمي نفسك طبعا وبتدرس المكتبات الخاصة بيها وأطر العمل الخاصة بيها. لغة قوية جدا جدا جدا، هتساعدك في ان انت تصمم كل حاجة انت عايز تصممها، سواء تطبيقات سواء مواقع ويب سواء حاجات خاصة بالطب حاجات خاصة بالهندسة ايا كان، هي اللغة قوية جدا جدا جدا. لذلك اتمنى ان انتوا تتابعوا لغة بايثون، لغة قوية جدا وسهلة جدا. وفي النهاية طبعا اتمنى ان انتوا تسيبوا طبعا تعليق اسفل هذا الفيديو، طبعا سيبوا ملاحظاتكم، سيبوا لو في اي حاجة عايزين اشرحها في فيديو قادم. طبعا انا اتمنى ان انت تسيب لي لايك على الفيديو عشان اعرف قد ايه من الاشخاص اهتموا بالفيديو دوت. طبعا ما تنساش تعمل لي سبسكرايب اشتراك وتفعل زر الجرس، لانه حاجة مهمة ومفيدة جدا ان انا اقدر اكمل واشرح لكم بايثون ولغات برمجة اخرى ان شاء الله زي البي اتش بي. وطبعا التحكم في الاصدار طبعا هشرحه لكم ان شاء الله، لان في ناس بعتت لي على فيسبوك جيت والجيت هاب وموقع الجيت هاب. طبعا اتمنى ان انت تسيب تعليق اسفل هذا الفيديو، ولو كنت في اي سؤال او اي استفسار ما تكتفش ما تخافش. طبعا طلب العلم هو افضل طريقة ان انت تتعلم. لو فضلت خايف، فضلت مضطرب، فضلت مش خايف تسأل السؤال، هتفضل زي ما انت مش عايز تتعلم. طبعا انا عامل القناة ديت وبنشر معاكم علم. طبعا اي حد بينشر علم هو طبعا بيستفيد، وبيكون اول واحد بيستفيد بمعلومة. انا مع كل حاجة بدرسها لكم وبعلمها لكم، انا طبعا خبرتي بتزيد في مجال البرمجة. لذلك اتمنى وانصح كل واحد فيكم ان هو ما يبخلش بمعلومة على اي حد. واتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون عجبكم والفيديو يكون مهم ليكم. وليه طبعا اللغة بايثون مهمة؟ طبعا شرحتها زي ما انا قلت كده، مواقع وشركات كبيرة بتستخدم لغة بايثون في برمجة مواقعها وبرمجة تطبيقاتها، بالاضافة انها بتستخدم في الذكاء الاصطناعي. طبعا اللي ما يعرفش الذكاء الاصطناعي ان شاء الله هعمل فيديو خاص عن الذكاء الاصطناعي وقوة الذكاء الاصطناعي. في نهاية الفيديو اتمنى من كل واحد فيكم ان هو لا يتوقف عن طلب العلم. اتمنى دعمك لقناة فيوتشر تك عن طريق الضغط على سبسكرايب وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد ان شاء الله. شكرا لمتابعتك قناة فيوتشر تك.